سالي، وصلنا لمساحتنا الثانية ورح نحكي فيها عن الطفولة، مخصصة دائما هاي الفقرة لكل الأمهات والسيدات اللي عندهم أولاد. اليوم بدنا نحكي عن النشاط الصيفي بتنمية قدرات ومواهب الطفل، كيف ممكن يستفيدوا منها مع أنهم دخلوا أي نشاط لمجرد أنه نشاط شائع بالمجتمع، بل أنه نمي قدراتهم. كل هالتفاصيل اليوم رح نعرفها مع رينا أيوب، مستشارة طفولة مبكرة. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير رينا، كيفك؟ صباح النور يا هلا. يعني دائما نحن هيك بيكون لنا وقفة معك، وهذا الوقفة بتكون هيك فعالة كلها أنشطة، فخلينا نحكي عن دور النشاط الصيفي بنمو الطفل. تختلف الأنشطة الصيفية حسب قدرات الأطفال ومواهبهم. أكيد إحنا ما بدنا نكون ماشيين حسب الشائع أو الموضة الداجي بهاي السنة، شو ممكن النشاط اللي يكون أكثر مستحب للأهالي. إحنا بدنا نحاول نلجأ لنفسية الطفل، نعرف هو شو بحب، وين حابب يروح، لحتى يقدر يخزن مخزون حلو يقدر مع الأيام أو بالفصل الدراسي يكون هو مكتسب خبرات عن طريق تشغيل القسم الأيمن، ليقدر القسم الأيسر يستوعب الأشياء ويتلقنها ويحفظها ويدرسها. الأنشطة الصيفية كتير فيها فروق فردية. طبعاً أنا ما فيني كل نشاط يكون لأخ كبير ممكن أنه أسقطه على أخ صغير أو العكس، لازم نحنا شوي نراعي مشاعرهم، نراعي المواهب اللي بتكون بالفطرة، ودائماً بتكون المواهب تحت عمر 8 سنين، نحاول نكتشفها، نحاول نعملها صقل على شخصية الطفل، نستثمرها، ونحاول نفصل بين الأنشطة اللي لها علاقة بالذكورة أو الأنوثة. نحنا دائماً بنخلط الأنشطة، بتكون مشترك كثير حلو يكون النشاط مشترك بين الطفل والصبي او والبنت اذا كانوا بنفس الاسره، لكن كمحور مجتمع عائم انه بحاولوا يدمجوا الانشطه مع بعضها. في اشياء بتعطي الانوثه رونق كثير حلو نحن لازم ننميها، وفي اشياء بتعطي الذكوره كمان صقل شخصيه وبناء شخصيه بناءه بهذا المجتمع، يلي شوي لازم تكون انشطته الصيفيه مائله للعمل اكثر من الترفيه، يعني يكون العمل مرفه لحتى يقدر مع الايام يقدر أنا بقول لهم يطلع هيك شوي منه رجل بكل معنى الكلمة، قدراني يواكب المجتمع، قدراني يمارس الأشياء اللي معه ويطالب بحقوقه كهواي أو كعلم. نعم رينا، يعني مثل ما حكينا أنه النشاط الصيفي أحيانا بيختلط على الأهالي، يعني النشاط الصيفي بيعتبروا أنه هو للطفل، يعني الطفل بحس أنه أهله مفوتينه جبر، وأنه هو مثل العقاب بيروح جبر على النشاط الصيفي، ولا بيصيف ولا بيستفيد ولا بيستمتع ولا بينمي قدراته. فكيف في الأم تختار اليوم النشاط الصيفي الأفضل لأطفالها؟ هذا سؤال كثير. تمام، مثلا كلهم دخلوا نسبحك، لازم أنت ملكي ما بيحب هاي الموضة مثلاً. أي تمام. أنا بقول إنه الأنشطة الصيفية كتير مهمة مثل العام الدراسي، يعني إذا نحن الطفل ما فرغ بالأنشطة الصيفية تفريغ الطاقة السلبية أو الطاقة أو الحركة الزائدة اللي نحن فينا نقول بعمر صغير، هو ما بيقدر يستمد القوة والعلم والتلقين بالمدرسة، لأنه هو بده يكون محصور دماغه تحت نمط معين، يعني تحت القسم الأيسر اللي نحن بنقول إنه إذا الأم بدها تختار النشاط فتروح هي تنفذه، إنه هذا صحيح. الطفل خليه هو اللي يختار، هو اللي يلعب. أنا بقول لهم انه اسوء الاحتمالات تتركون يلعبوا، بس ديروا بالكم عليهم، عين المراقبه كثير ضروريه بهذا العمر، خصوصا اذا كانوا صغار، بس تركون يمارسوا حريتهم ممكن بانشطه بالشارع ضمن ضوابط وقوانين معينه، ممكن كره قدم، ممكن كره سله، في انشطه كثير ترفيهيه. بس عم نشوف حضارات اخرى، عم نشوف ثقافات اخرى، عم نتفاجئ انه نحن للاسف عندنا سياسه النمطيه، يعني خلص حدا عمل نشاط كل الروضات بتمارس نفس النشاط، او كل الانديه الرياضية بتمارس نفس الأنشطة، فبينجبروا الأطفال تحت مسمى موضة أنه هني يلتجئوا لهذا النشاط. لا، في أنشطة كتير ثقافية ممكن الطفل بيكون بحبها، ممكن في أنشطة مسرحية، في أنشطة كتير إلى علاقة بتشغيل قسمي الدماغ أو تنشيط الدماغ الأوسط، اللي هي إلى علاقة بالتسوق، بالحساب، بمهارات العقلية، بالخرائط الذهنية. نحن للأسف هدول بنحطهم على جنب، بنحاول نمارسهم بالشتي مع التلقين، مع المواد اللي لازم تكون محفوظة. بنحاول نجبر أطفالنا أنه يفوتوا نشاط اللغة. أنا كتير بحبذ اللغة بالصيف وبالشتاء، مو كنشاط ترفيهي، كنشاط ترفيهي مع تعليمي، لأنه نحن اللغة هي ضرورية صارت بكل المجتمعات، حتى هي ضرورية باللابتوبات أو بالأيباد أو أي تكنولوجيا صحيح. حديثة، لكن أنا لخليها محببة للطفل، لازم تكون مسموعة وليست مكتوبة. يعني أنا ما بتهمني القواعد، ما بتهمني يكتب مقالات ويروح يقدم امتحانات فيها،
لازم يضل في لكني عم يسمع الطفل حلو. لكني بريطانية لكني بأي لغة هو بيختارها عن طريق ممكن أغاني. يعني أنا بخبرهم أنه أكثر الأنشطة الصيفية إذا بدنا نسقط عليها مادة اللغة خليها تكون ضمن موسيقى ضمن أغاني ضمن أنه إذا الأطفال تعزف مثلا النغمة شوي الغربية مع أنه يحفظ شوية كلمات شوي بصير في سماع. والذاكرة الصوتية كتير مهمة للأنشطة الموسيقية اللي إلها علاقة باللغة. بنكون فوضنا نشاط كتير حلو للطفل خلينا القسم الأيمن يشتغل عن طريق العزف أو عن طريق الطرب أو عن طريق الرقص أو أي إيقاع موسيقي، وبنفس الوقت القسم الأيسر استنتج هاي المعلومة بدون ما يكون فيها تلقين. نعم، يعني رينا يمكن دائما عم نركز بالوقت الحالي على التفكير، على انه يستخدم الطفل دماغه اكثر ما انه هو يعمل شيء خلينا نقول ما فيه ابدا نوع من التفكير، ما فيه تشغيل دماغ. وكثير احيانا يمكن يعني الامهات حكيتي نقطه كثير مهمه انه خليهم ينتبهوا عليهم شو عم يعملوا، بيعملوا اشياء يمكن هي ما بتنمي لهم قدراتهم، يعني ما في استثمار خلينا نقول صحيح للوقت، حتى الوقت الضائع. يعني الوقت الضائع هو كتير مهم لأنه الطفل ينمي شغلات، يعني بعيدا عن الدراسة بعيدا عن المدرسة حتى بالتسلية لازم يكون في إفادة. قد ايه مهم هذا الموضوع؟ الموضوع التسلية هو موضوع كتير علمي بحت، لكن نحن منفكره أنه هو هدر للوقت، أنه بدل ما تلعب روح دروس، بدل ما مثلا استبدل الأشياء اللي أنت الوقت اللي أنت عم بتضيعه. حتى الألعاب الإلكترونية أنا ضد الثقوب السوداء دائما بسويها إذا كانت مستمرة طول النهار، لكن نحن ضرورية. ما فينا ننكر أنه كلنا بعصر التكنولوجيا بعصر الحضارة كتير حلو الطفل يحضر حتى هاي الألعاب يلي ألعاب الجديدة ممكن الطفل يطلع عليها، بتعلمه كتير، بتشغل له خرائط ذهنية، بتخليه ممكن يشوف عالم آخر، بتخليه أسقط مواهبه بأماكن أخرى، لكن بدها تكون مراقبة ومنضبطة. موضوع التسلية أنا بقول لهم بالصيف موضوع التسلية كتير ضروري، مثل ما بالشتاء موضوع الدراسة كتير ضروري. يعني أنا إذا ما فرغ هذا الطفل حركته الزائدة نشاطه المكبوت طول فترة تسع شهور دراسي أو انضباط معين بالمدرسة تحت ظروف معينة تحت أداء معين، إذا ما فرغ الطاقة بالصيف فتلت شهور 4 شهور هو مستحيل يقدر يخزن، يعني مستحيل يقدر يعبي هذا الدماغ بوسائل حلوه مريحه لحتى يقدر انه يكمل بالسنه الدراسيه. التسليه ضروريه مثل اي نهج دراسي، مثل اي عمل بقوم فيه الطفل، وخصوصا اذا كانت التسليه مثل ما هو بحب مو مثل ما نحن بنحب الاهالي. للاسف يعني كلنا امهات وبنحاول شوي يعني نلاحق الموضه او العصر، انه الكل فات موسيقى نفوت، الكل بيسبح خلينا نسبح، الكل بيعزف خلينا نعزف، اوكي الكل عمل دورات خلينا نعمل، اوكي انا بعطي رايي لطفلي يمشي بهذا الطريق، لكن اذا ما كمل ما افرض عليه، ما خليه يقارن بينه وبين طفل ثاني، لانه الطفل الثاني ممكن تكون موهبته هون لكن انا طفلي ما عنده هاي الموهبه. حاول كثير احترم مواهب الاطفال مثل ما حكينا، حاول كثير نحترم فطريتهم بالموهبه، والهوايه ضروريه. انا منمي له الهوايات اللي هو بتكون مواكبه لموهبته، لكن ما بقدر اجيب له هواي هو ابدا ما له علاقه فيها موهبته، لنفترض موسيقى ونمي له هواية الحساب الذهني ما يكون لها أبدا ربط فيهم. حاول كون شوي فهماني مفهوم التسلية من النهج العلمي اللي أنا بقدر فوته على مراكز ثقافية، حضره مسرحيات، نمي له الفكر الأدبي ممكن، الفكر العلمي ممكن، تجارب الفيزيائية ممكن، حاول فوت معه بهذا الموضوع عن طريق التسلية مو عن طريق التلقين. رينا يعني أنت مع أنه الأم تسجل طفلة بأكثر من نشاط صيفي أو لا، لازم نشاط علمي تعليمي ونشاط ترفيهي؟ يعني هذا السؤال كمان الكل بيسألوه، كمان ممكن العائلات فيها تفوتوا لأولادها أكثر من نشاط، فخبرينا كمان للعائلات اللي ما كتير فيها أنه هي شلون فيها تعملوا نشاط صيفي لهم. الحوار أو طبيعة الأسرة بقلب المنزل هي كتير حلو أنه يمارسوا هاي الأنشطة بين بعضهم. في لعبة الشطرنج إذا هي ما فيها تأخذ ابنها على أي نادي من عمر 3 سنين فينا نبلش فيها، هي بتنمي مهارات عقلية وبتساعد على يعني على تواصل الخرائط الذهنية بين قسمي الدماغ. في لعبة هاي الكنا
غابة كتير جماد حيوان بلاد نبات. كمان هاي نبات تمام، كمان هاي تفاعلية بتنمي الحوار، لغة الحوار، وبتخلي الطفل يرتكز على مثلا أشياء معينة هو ممكن يحبها بالفواكه، يرسمها مع الأيام، ممكن بلدان. هي بهاي اللعبة أنا بقول لهم أنه الواحد كتير بيعرف وين فطرية الطفل، ممكن تكون فطريته جغرافية، ممكن تكون فطريته إلى علاقة بالعلوم، نباتات، حيوان، أجزاء إنسان، بلدان، أعلام. فأنا بقدر من هاي اللعبة أجيب ورقة وقلم بعدين، يعني أنا بحكي مش شرط أنه الأم تكون أنه هاي المبالغ أو الأندية كتير عم بتكون شوي مكلفة أو النوادي الصيفية عم بتكون شوي مكلفة، لا لا أبداً، فيني أنا بالبيت بس فرغ من وقتي ساعة باليوم لأني أجلس أنا وياهن مارس معهم أكثر من هواي. لعبة الورق كتير مفيدة لأنها بتساعد على الحساب، يعني أنت معك أربعة أنا معي اثنين، مين الأكبر مين الأصغر، خصوصاً إذا لأعمار صغيرة. صحيح. مين الربح مين الخسر، كمان بتعلم الربح والخسارة فبيفوت بالمهارات العقلية. موضوع الحساب الذهني أنا كتير بأكد عليه، أنه طبعاً نشكر مؤسسة تعلمني اللي فوتت هذا النهج لسوريا، أنه موضوع الحساب الذهني كتير عم بينمي قدرات عقلية بشكل كتير حلو مع تروي لغوية، مع إمكانية التخيل. أنا بقول لهم مو بس عم نتخيل الحساب، الطفل يلي بصير مدى تفكيره بالخيال عالي بصير بتخيل الأشياء. صحيح. الأخرى اللي هي بتساعده على تنمية مهاراته العقلية أو الفكرية. نعم، يمكن أيضا رينا في كتير أمهات وهيك بيحبوا أنه يعملوا لأطفالهم شغلات أنه يحاولوا أنه يبسطوهم، يعني فيلا بيدخلوهم سباحة، بيدخلوهم موسيقى، يعني كل شيء بيقدروا يعملوا بيجمعوا الأنشطة، بيجمعوا الأنشطة وبيدخلوا فيها وما بيعطوا له. يمكن أحيانا بيقولوا كل هذا مسجله لطفلي وما أنا مبسوط، يعني كل بيقولوا ما أنا مبسوط، ليش ما أنك مبسوط مع أنك أنت عم تسبح، أنت عم تروح على الموسيقى. أحيانا الطفل قد إيه بحاجة للشيء اللي ذكرتيه، إنه الأم تقعد معه ولو ساعة، أحسن ما تبعته يسبح له هيك شيء 20 ساعة ويتسلى ويمل. ده مهم في يكون في علاقة يعني تفاعل، مو انه والله مالي خلقك يلا بس بدي ابعته ويروح وانا بلهي وانا بلتهي. يعني تمام، انا بقول لهم ان دائما احترام الذات بينطلق من احترام الاسره للذات، يعني انا ما بقدر افرض على طفلي يحترم الاخرين اذا انا ما بلشت اتحاور معه وحسسه بقيمه احترامه لذاته. هو بصير محترم ذاتيا وبصير محترم مع الاخرين، بصير يقدر يتفاعل. كلنا مضغوطين لكن لازم نفرغ وقت اكبر لاطفالنا، وقت حتى نسمح لهم يلعبوا بالشارع. نحن ربينا بالحارات، ربينا بالحدائق، بالاماكن الشعبيه، تعلمنا الالفه، تعلمنا الود، تعلمنا المحبه، احترام الكبير، مساعده الصغير. انا كثير بحبذ موضوع الحدائق، الام بالاسبوع مره تاخذ ابنها على الحديقه، تقعد شوي على طرف الحديقه او على بنك الحديقه وتراقبه، رح يتعلم يقع ويقوم، رح يتعلم يعتمد على حاله، يتعرف على مجتمع غريب. عم نلاحظ بالاطفال اللي عم يجونا جداد انه شوي عندهم موضوع الانطواء او الخجل، هذا لانه بس عم بيشوف اهل البيت، يعني مش عم يطلع خارج نطاق هذا المحور. واذا عم بسجل بنوادي عم بيكون في مس مسؤولي عنه، عم بتنزله على هالمي او على هالموسيقى او على اي نشاط اخر، عم بيكون تحت اشرافه او تحت توجيهها، فهو ما عم بحاول يختلط، ما عم بحاول يشوف عالم غريب. فجاه بنلاقيهم كبروا مو عارفين يتصرفوا بالحياه. لا، الصيف كثير ضروري انه نمارس فيه كل الطقوس باريحيه، بهدوء، بتفاعل، بمحبه، لحتى هون يطلع كشخصية كتير بناء بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه. نعم رينا، كمان أحيانا بيكون الأولاد بعمر متقارب، يعني بالصيف كل حدا عنده ميول لشيء، وإذا أمهم فوتتهم كل واحد على مكان بغاروا كمان بدهم هي، فكمان كفي تحل الأم اللي عندها أعمال متقاربة نشاط صيفي يجمع أولادها مع بعض ما يسبب غيرة، وبنفس الوقت يكون في تنمية للقدرات. احيانا الغيره بتكون كثير نتيجتها ايجابيه، لانه هن مجرد ما غاروا من بعض نوع هوايات، يعني كانت هو بالفطره راح على موهبته، شاف اخوه عم يعمل هوايه معينه حب يقلدها. التقليد كثير ضروري لحتى انا الطفل يطلع عارفان كل شيء فيه بالحياه، مثل ما نحن بنحكي انه اذا ما جربنا كل شيء ما رح نتعلم. نفس الشيء الطفل ممكن يقلد اخوه، ممكن يقلد اخته، ممكن يمارس اكثر من هوايه
تكتشفي فيه موهبة هو ما كان دريان فيها عن طريق التقليد أو عن طريق ممارسة أنشطة مختلفة، يعني صقلت موهبة معينة فبصير عنده رؤية معينة لأشياء هو بحب يعملها. أنا مع الغيرة بين الأخوة، أنا مع أنه يمسكوا آلات بعض ويصير في هذا شوي الصراع أو المشاحنات بين الأخوة، لأنه دائماً بيعمل هاي الألفة والمواد دي. كمان أنه أطفاله كتير جامدين بالبيت وكتير مثل الألاف وبتحسيهم عم يسمعوا الكلمة، لا هاي الشخصية أبداً مو محبذة، لبعدين بيطلع شخص ضعيف الشخصية، بيطلع طفل أو بنت عندها خجل بمطالبة حتى حقوقها. أنا بقول لهم استحقاق الذات كتير ضروري، لازم الطفل يعبر، لازم الطفل يحكي، لازم الطفل يمارس أي شيء بده إياه، حتى لو أنا بدي يكون على حسابي، لحتى هو مع الأيام يكون له الحق بأنه يشارك، الحق أنه يقول كلمة إيه أو لا، خصوصاً بهيك مجتمع يعني. نعم. يعني رينا مع هالحوار هيك اللطيف اللي قدرنا نحن ناخذ منه معلومات ونستفيد ومشاهدينا يستفيدوا منه، بدنا نشكر وجودك معنا. يمكن الخلاصة هي واضحة كانت انه هي استثمار اي نشاط بطريقة ايجابية، بطريقة فيها افادة للام وطفلها، مو بس للطفل، للام بترتاح يعني. تمام. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لك يا رينا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. تسلمي لي كلك.